تاريخ البشرية حافل بالحروب لتوسيع الممالك والأقاليم، ومع ذلك كانت هناك بعض البلدان التي لم يتم غزوها. تتمتع هذه البلدان ببعض الميزات التي أبعدت عنها الغزاة حتى الآن. إليك 5 دول يكاد يكون من المستحيل غزوها. أولا بوتان، بلد صغير يقع جنوب شرق آسيا، لا يملك جيشا ضخما ولا قوة جوية مجهزة تجهيزا جيدا. في الواقع لا تملك بوتان حتى دبابات في جيشها، ومع ذلك فإن بوتان هي واحدة من تلك البلدان التي لم تشهد أي غزو تقريبا في وطنها. والسبب بذلك يعود إلى موقعها الجغرافي. تقع بوتان بين قمم جبال الهيمالايا المهيبة على ارتفاع 300 متر فوق مستوى سطح البحر. حتى لو تمكن الجيش من الوصول إلى حدودها، فإن صعوبة التنفس في المرتفعات سيضعف الجيش أكثر. فبحلول الوقت الذي يصل فيه هذا الجيش بالفعل إلى بوتان سيكون منهكا من صعود الجبال، يتنفس جنوده بصعوبة بالغة ويعانون قلة الموارد، فيصبح الغزو بلا جدوى. ثانيا إيران. إيران واحدة من أقوى الدول في الشرق الأوسط، ولديها أكبر عدد من الأعداء بعد كوريا الشمالية. وعلى الرغم من كون الشرق الأوسط نقطة ساخنة للعديد من الحروب، إلا أنها تمكنت بطريقة ما من إبعاد الغزاة. السبب الأكبر وراء هذه الحصانة هو الموقع الجغرافي لإيران. إيران محاطة بقمم جبلية شاهقة من جميع الجهات. في قمم الجبال هذه مخابئ مخفية يقيم فيها جنود إيرانيون يراقبون الأفق المحيط ويترصدون للعدو. كذلك تمتلك إيران شبكة قاعدة صواريخ ضخمة تحت الأرض. ثالثا أستراليا. مرة أخرى لعبت الجغرافيا أكبر حصانة ضد الغزاة. فحقيقة كون أستراليا جزيرة محاطة بالمياه ردعت الغزاة على مر السنين. أقرب عدو محتمل لأستراليا هو اليابان التي تقع على بعد 11,000 كيلومتر ويفصل بينهما المحيط الهادي. لذلك في حال قرر اليابانيون غزو أستراليا كما فعلوا خلال الحرب العالمية الثانية، سيتعين عليهم أولا الإبحار عبر 11,000 كيلومتر من مياه المحيط، ثم اجتياز الصحراء النائية التي تبدو كأن لا نهاية لها. فإما يموت المرء من الجفاف والإرهاق أو يقتل على يد محاربي العصابات الخفية. بحلول الوقت الذي يصل فيه الجيش فعليا إلى المناطق المأهولة بالسكان سيكون ضعيفا لدرجة أن الجيش الأسترالي لن يواجه أي مشاكل في دحره. رابعا سويسرا. تشتهر سويسرا في جميع أنحاء العالم بثلاثة أشياء: الشوكولاتة السويسرية والساعات السويسرية وحيادها الشديد في السياسة العالمية. ليس لسويسرا أي أعداء، وهي الدولة الوحيدة التي تربطها علاقات قوية بكل الدول، على الرغم من أن هذا البلد لم ينخرط في أي نوع من العنف، إلا أنه أحد أقوى الدول على هذا الكوكب. لديها تحالفات مع الدول العظمى في العالم مثل فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. جزء كبير من الأصول النقدية لهذه الدول مودع في البنوك السويسرية، لذلك لا أحد يجرؤ على غزو سويسرا ما لم يرغب بالتورط في مشاكل مع أقوى دول العالم. خامسا كوريا الشمالية. ليس جنون كيم جونغ أون فقط ما يخشاه الغزاة، ولكن أيضا الجيش الكوري الشمالي. فالجيش الكوري الشمالي هو ثاني أكبر جيش في العالم بعد جيش الولايات المتحدة الأمريكية، ب8 رؤوس حربية نووية وتجهيزات حربية كافية لتخويف أكبر وأقوى دول العالم. في الخمسينيات من القرن الماضي خلال الحرب الكورية لم تستطع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة معا إخضاع كوريا الشمالية. كانت هذه 5 من أعصى الدول في العالم على الغزاة، يسبقها كل من اليابان، كندا، المملكة المتحدة،
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أي من هذه الدول فاجأك وجودها على هذه القائمة؟ أخبرنا بذلك في التعليق.